عشان نقدر نفهم عملية التنفس عموما لازم نبتدي نتكلم على مجموعة equations of motion كده عشان نفهم العملية دي بتحصل ازاي. وطبعا ساعات كتير قوي بيبقى مفيد ان احنا نعمل electrical analogy، يعني نلاقي كده حاجات similar او ندي مقابل لنفس ال quantities كده ب electrical quantities عشان نتخيل العملية ماشية ازاي. عامة لو احنا بنتكلم على electrical quantities، لو انا تخيلت ان في عندي دايرة ميكانيكية بالشكل ده كده، فيها pump، فيها هنا فلو بيحصل في انابيب واسعه، وفي عندنا هنا فالف بيتحكم في الفلو، وفي عندنا جزء في الانبوب مثلا بيبقى فيه كونستريكشن، يعني في هنا ضيق شويه في الانبوب. هنا ده ممكن نمثله اكشوالي بسيركت بنفس الشكل ده كده بالظبط. لما يكون في عندنا بامب بنمثلها بانها باتري. لما بيكون عندنا يعني بيبقى فيه فولتج سورس يعني. لما بيكون عندنا هنا البامب طبعا بتعمل بريشر، فبالتالي البريشر ده قصاده هنا بيبقى فيه فولتج. الفالف ده اكنه سويتش بالظبط، يعني الفالف ده لو خليته اوف يبقى معنى كده السويتش ده اوف، لو خليته اون يبقى معنى كده السويتش ده اون. الكونستريكشن ده بيبقى مقابل ريزيستنس موجود عندنا، بمعنى كل ما انا زودت الكونستريكشن كل ما كان الفلو اقل، يبقى كارنت هنا مقابل للفلو. ففي عندنا ميكانيكال والكتريكال كوانتيتي ممكن نلاقيها انها فيري سيميلر لبعض، يعني البريشر دايما في الميكانيكال كوانتيتيز بيبقى مقابل للفولتج، الفلو مقابل للكارنت، الفوليوم هو عباره عن انتجريشن بتاع الفلو بيبقى مقابل للتشارج اللي هي الانتجريشن بتاع الكرنت. الريزيستنس في الاثنين الحقيقه هي نفس الحاجه، يعني في عندنا حاجه اسمها ميكانيكال ريزيستنس في حاجه اسمها الكتريكال ريزيستنس، هما الاثنين نفس الحاجه. في عندنا حاجه بنسميها كومبلاينس هنتكلم عليها دلوقتي حالا مقابل الكاباسيتنس في الالكتريكال كوانتيتيز، وطبعا الفالف اتكلمنا عليه ان هو مقابل للسويتش. بالنسبه للهيومن ريسبيراتوري سيستم ممكن ان احنا نبتدي نتكلم على بعض المكونات فيه، ان هي في عندنا الابر اير وايز بتبقى عباره عن تيوب حاجه بالشكل ده كده، وممكن تبقى ريستريكتد شويه فبيبقى لها ريزيستنس، والريزيستنس دي بتبقى ديفايند ان هي البريشر على الفلو. لو شفنا هنا كده الريزيستنس بالنسبه للالكتريكال كوانتيتيز هي الفولتج على الكرنت، هي مقابل ليها هنا بريشر على الفلو. يعني لما انا بحط هنا بريشر واقيس الفلو اقدر اعرف الريزيستنس عامله ازاي. كل ما كان عندي الريزيستنس عاليه كل ما كان لازم احط بريشر اعلى بكتير جدا عشان اخد نفس الفلو. بيبقى في عندنا الجزء الثاني اللي هو عباره عن الالفيلاي. الالفيلاي دي بتبقى فيري يعني فيري الاستيك، يعني بتبقى بيسكلي اكنها زي البالون بتاع الاطفال كده، بنقدر ان احنا نخليها الفوليوم بتاعها كبير قوي بشويه بريشر قليلين. فبنتكلم فيها على حاجه بنسميها الكومبلاينس. كومبلاينس دي عباره عن الفوليوم على البريشر. الفوليوم ده اللي هو مقابل للتشارج على البريشر هو مقابل للفولتج. طبعا احنا عارفين بالنسبه للكاباستور بيبقى عندنا الكيو بتساوي سي في في اللي هي الكاباستنس في الفولتج، فبالتالي هنلاقي ان دي فعلا مقابله، كومبلاينس دي مقابله للكاباستنس. فبيسكلي لما بتكلم على الكوانتيتيز بالشكل ده احنا حقيقه مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نقدر نكاركترايز الكوانتيتيز دي، لان هي فعلا بتفرق معانا في عمليه الكنترول اللي موجود عندنا في الفنتليتور. هناخد مثال على كده دلوقتي.